مصطفى عايز يعدي لكن مكعبه يسيبها وتسديده، لكن احمد حمدي تسديدته في الدفاع وتعود مره ثانيه. هجمه حلوه للزمالك، تدخل قوي فتوح حكم اللقاء جلال جيد على اللعب دون خطا. ادي الهجمه السريعه في سقوط حسام عبد المجيد في هجمه سريعه امامنا، هو 4-4 يلعب بينيه علي ياسر من زاويه صعبه يسجل علي ياسر، يسجل علي ياسر من هذه الهجمه دون احتفال، دون احتفال ماذا سجل علي ياسر اول اهداف وند الفيوتشر في مرمى ناديه السابق في مرمى نادي الزمالك، هدف لعلي ياسر دون احتفال. بص امامنا هنا، بص الكره دي سقط حسام عبد المجيد ثم الانطلاقه، الانطلاقه التمريره من واحد من نجوم اللقاء محمد فاروق، تمريره حلوه قوي والتسديده من زاويه صعبه قوي في كره يتحمل مسؤوليتها دفاع نادي الزمالك وايضا يتحمل جانب فيها الحارس محمد عواد ما قفلش مرمى بالشكل الصحيح. هدف تقدم هنا بعد تمريره رائعه الحقيقه من محمد فاروق، مودرن فيوتشر يتقدم بهدف مقابل لا شيء عن طريق علي ياسر.